شكرا صديقتنا نورة الشاعر على هاي المقطوعة الجميلة والرائعة، تسلم الأنامل الذهبية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عام وطننا بعز وأمن وأمان. تحية بطعم العيد وألوان الفرح أهديها لكم. اليوم حلقتنا مميزة بأجواء العيد السعيد، وأتمنى من كل قلبي إنكم تقضون ويانا وقت ممتع ومليء بالفائدة والترفيه عبر برنامج مع أصدقاء يطل عليكم عبر تلفزيون الشارقة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. نسعد برفقتكم في هذا المساء المبهج مع باقات فقرات منوعة وضيوفنا المميزين اللي يقدموا لنا دائما المعرفة والترفيه عبر حوارات ممتعة. بس قبل ما نبدأ في حلقتنا، يسعدنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ولكل حكام الدولة وأصحاب السمو تهنئة خاصة لوالدنا الغالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، ولأمنا الحبيبة الغالية سمو الشيخة جواهر القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. صديقتكم بزنا نجيب، وحبيت اني ابارك بابا سلطان بن محمد القاسمي والجميع حكام الامارات العربيه المتحده بمناسبه عيد الاضحى المبارك. والحين خلكم ويانا اعزائي منبدا مع فقره جديده وهي مشاركات الاطفال الموهوبين بمناسبه عيد الاضحى، لكن بعد الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم مع أصدقاء. اليوم معنا موهوبة في مجال الرسم وبرمجة الروبوتات، متفوقة دراسيا، حصلت على العديد من الجوائز على المستوى التعليمي. نتعرف عليها من خلال هذا التقرير، خلونا نتابع. وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. حابة أعيد على والدي صاحب السمو الشيخ سلطان وحكام دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك.
معكم ميرا سليمان الحمادي من مدارس الإمارات الوطنية، عمري 15 عاما. موهبتي تركيب الروبوت والبرمجة، وهواياتي عديدة منها الرسم والقراءة. في تركيب الروبوت والبرمجة حتى إذا كان الشيء عن بعد، لأن البرمجة وتركيب الروبوت يفتحوا لي أبواب المعرفة والثقافة. فتركيب الروبوت والبرمجة لهم فوائد كثيرة، منها إنه وش تخلي الإنسان إنه يفكر تفكير خارج عن الصندوق، تفتح للشخص أبواب أخرى للمعرفة وتطوير المهارات بشتى المجالات، وأيضا تساعد في كشف حلول لمشاكل يواجهها المجتمع. شاركت في العديد من الورش والدورات وأيضا الجوائز والمسابقات، ومن أهم هذه الإنجازات حصولي على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لأداء التعليم المتميز بدورتين، وحصولي على جائزة الشارجة للتميز التربوي بدورتين، وحصولي أيضا جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب بالميدالية الفضية. وهذا كله من فضل الله وبعد دعم والدي وأسرتي وكل من حولي. طموحي في المستقبل أن أصبح مهندسة أخدم وطني العزيز والغالي، ورسالتي للجميع كونوا أنتم دائما ولا تستسلموا، فبعد كل فشل نجاح. نشكر الموهوبة ميرا الحمادي على مشاركتها لنا لهالفيديو الرائع، ونقول لها كل عام وانت بخير وعائلتك الكريمة بألف خير وصحة وسلامة يا رب، ونتمنى لك كل التوفيق. والحين أصدقائي ننتقل إلى فقرة تحدي العيد، لكن بعد الفاصل خلكم وياي. حياكم الله من جديد أصدقائي، كلنا نعرف عن أهمية الرياضة وفوائدها في تقوية عضلات الجسم وتنمية العقل والقلب، عشان شي نحن خصصنا لكم أحبابي فقرة رياضية ترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك. نبدأها برياضة شيقة يحبونها الكبار والأصغار. معاي اليوم الأبطال عبد الرحمن الدوسي وعبد الله الطنيجي، حياكم الله. يا هلا فيك أختي سمر، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير صحة وسلامة. طبعاً اخترنا لكم اليوم كرة السلة، واللي هي من أهم الألعاب الأولمبية الجماعية، ويتنافس فيها الفريقين، يتكون كل منهم 5 لاعبين يهدفون إلى تمرير الكرة داخل السلة، طبعاً سلة الخصم. رياضة التحدي والمنافسة اليوم بندخل في تحدي مميز بين الصديقين المبدعين. نرحب فيكم، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. وانت بخير وصحه وسلامه. جاهزين للمسابقه؟ جاهزين ان شاء الله. شو شعوركم؟ حماس، متحمسين. من اللي بيفوز ان شاء الله؟ هو نشوف ان شاء الله. هو حبيت التواضع يعني. حلو. اكثر رياضه تحبها عبد الله؟ اكثر رياضه احبها هي كره القدم. حلو. والسباحه وكره السله بعد. كره القدم دفاع ولا هجوم؟ هجوم. ما شاء الله عليك. وعبد الرحمن؟ والله أنا أحب يعني العديد من الرياضات، لأني شاركت في عدة رياضات ما شاء الله، وأيضا شاركت في رياضة كرة اليد. حلو. كذلك كرة القدم. جميل. وحتى رياضة كرة السلة، لكن من النوع اللي أحب أغير يعني. حلو. ما أتم على شيء واحد. حلو التنوع. دفاع ولا هجوم كرة القدم؟ هو الأفضل هجوم. ها ما شاء الله عليكم. أجواءكم حماس إن شاء الله. مستعدين؟ مستعدين. جميل جداً. من اللي بيبدأ؟
لا تفضل يا عبد الرحمن. من اليمين من اليمين من اليمين. يلا يا عبد الله. عفا يا عبد الله. جيب الكرة بعد. أبا أعرف الفوائد اللي الشخص يحصل عليها من خلال لعبة كرة السلة. طبعاً أول شيء تساعد على حرق الدهون بسرعة. حلو. طبعاً هي كل رياضة لها فوائد مختلفة. حلو. في السلة حتى تساعد على تنشيط العقل. حلو. والعضلات أهم شيء العضلات بعد. فيها حركة. هي وتعزز الثقة في النفس. وفيها أيضاً تركيز. فنحن نمرن المخ ونركز على الهدف. هي. عبد الرحمن. ركز على الهدف. بسم الله. يلا بسم الله. على وشك. على وشك. جميل جدا. يلا كانت قريبة. يبالها يبالها تركيز ومستعجل. يبالها تركيز بس شوي. مستعجل. يلا بسم الله. ها ها ها. مصرها ما دخل في الهدف. حلو. عبد الرحمن أكثر رياضة تحب تمارسها وليش؟ أحب أمارس رياضة السباحة. يعني لها فوائد عديدة. جميل. وتقريبا يعني تقريبا كل الرياضات متشابهة يعني لها فوائد متشابهة تقريبا. يعني كلها يعني العقل والجسد. إيه نعم يعني أكثر رياض يعني تقريبا كلهم. بس الحين فترة صيف أتوقع السباحة أفضل. السباحة هالموسم أكثر. إيه نعم. حلو. يلا يلا. الواحد منكم عنده ثلاث محاولات الى الان. 2-2. هذه المحاوله الاخيره يا عبد الرحمن. نركز. بسم الله. محاولات عبد الرحمن باءت الفشل للاسف. بقت محاوله اخيره لصديقنا عبد الله. شد حيلك. يلا ان شاء الله. الكره مصره انها ما تدخل السله اليوم. كل الشكر. بعد ثلاث محاولات ولا خلاص؟ شو رايكم؟ محاولة أخيرة، هذه عيدية مني لكم، تفضلوا. دام أخيرة ما بالنيبة. بسم الله. الكرة حالفة ما تدخل. يلا بسم الله. تركيز أهم شيء. أخيرا. ألف مبروك إلى صديقنا عبد الله. عبد الرحمن قال في البداية هو اللي بيفوز. منا له الخير يعني. جزاك الله خير. دعوة طيبة. وفزت معانا يا عبد الله ويعطيك العافية. الله يعافيك. استمتعت معاكم؟ نحن أكثر. نحن أكثر. حركة بركة. جميل. كل الشكر لكم أصدقاء على هاي المشاركة الممتعة والطيبة. أتمنى أنتم بعد أصدقائي تكونوا استانستوا واستمتعتوا بهذه الفقرة. والحين بننتقل لفقرة اصنع بنفسك، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مع الأصدقاء. مع الأصدقاء. اخواني واخواتي، فقرة اصنعها بنفسك في كل حلقة نقدم لكم عمل فني ابداعي لتنمية مهاراتنا والاستفادة منها في حياتنا. تقدم هذه الفقرة صديقتنا المبدعة ريان الكمالي. حياك الله وكل عام وانت بخير. وانت بخير اختي سمر. حياكم الله اصدقائي وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. واليوم اقدم لكم اصدقائي عمل وايد حلو. حلو. مثل ما تشوفين اختي سمر مسوين نحن خروف للعيد. حلو. بعد مسويت لكم عمل فني ثاني. جميل. كاتبة عيدكم مبارك. حلو. شو الادوات اللي نحن بنحتاجها عشان نسوي اللوحة الجميلة؟ الأدوات نحتاجها، نحن نحتاج الأوراق، أوراق الملونة مثل ما تشوفون، وبعد نحتاج بعض القطن. إذا متوفر عندكم أصدقائي بعض القطن حق الخروف ممكن بعد نستخدم الأوراق مثل ما تشوفون، رصاصات الورق والصمغ الأبيض والمقص وقلم لتحديد أو رسم الشكل عشان نحن نبدأ الرسم. حلو. أول شيء نحن ناخذ ورقة مثل ما تشوفون أصدقائي. ورق مقوى. ورق مقوى ملون. رسمت خروف، كتبت عيدكم مبارك. فنبدأ نحن نلزق الأوراق قصاصات الورق عشان نشكل الخروف. حلو. جميل جدا. أول شيء بناخذ بنبدأ في الخروف.
الصمغ. نستخدم الصمغ الخاص لتثبيت الأوراق. نستخدم الصمغ الأبيض. مثل ما تلاحظون أصدقائي أنا هني استخدمت القطن. ممكن أصدقائي إذا مو متوفر عندكم القطن ممكن نستخدم الأوراق أو محارب الورقية. حلو. أو ممكن تستخدمون الأوراق اللي عندكم كفكرة إعادة تدوير. فشو اللي متوفر عندكم ترمون أنتوا تستغلونه وتصنعون منها لوحة فنية. صحيح. طبعا أصدقائنا دائما فنانين مبدعين وذوقهم وايد حلو، فمجرد ما يأخذون الفكرة بس يطبقونها بطريقتكم. صح. نحتاج بعض قصاصات. حلو. مثل ما تلاحظون أصدقائي نحن ناخذ الورقة، قص الورقة البيضة ناخذها وايد خفيفة يعني بكل بساطة تنقف. بكل بساطة نسويها على شكل دائرة. نكورها. نكورها إنه هو يكون الصوف مال الخروف. خلصنا. خلصنا. الحين نبدأ نركب رأس الخروف. رأس الخروف. مثل ما تلاحظون أصدقائي إن نحن الرسم مالنا كله بالأوراق، حتى رأس الخروف مثل ما تشوفون هني أصدقائي. حلو. بعد ما أخذ الأوراق هاي كورتها إلى كور صغيرة مثل ما تلاحظون كور عشوائية صغيرة. ونبدأ نكورها بحجم أصغر. مثل ما تلاحظون إحنا شي كورناها خذينا قطعة صغيرة. ما تحتاج مقص بعد من كثر ما الأوراق خفيفة. حلو. كورناها. ثواني. ثواني. وايد سهل وايد خفيف. فنرسم. الحين نبدأ في الكلام على إيدكم مبارك مثل ما تشوفون أصدقائي. بعد حلوين. استخدم الألوان. شو أحلى شيء عندك في العيد ريان؟ أحلى شيء عندي أنا في العيد جمعة الأهل. الله. وزيارة الجدة والجد أهم شيء. والعيدية. والعيدية أكيد. أحلى شيء. أحلى شيء في العيد العيدية. شو عن الأكل؟ الأكل الأكل التقليدي. مثل؟ وأكل يده. الله. مثل القيمات. الله الحلوة العمانية. أحلى شيء الحلوة العمانية. يعني سبحان الله. العيد بعد. يعني هي سيدة السفرة. عيد بدون حلوة ما بعيد. صح؟ صح أكيد. لها مكانة وشعبية خاصة على صفرة الطاولة بأيام العيد السعيدة. رائع جدا. ومع القهوة أكيد أهم شيء القهوة. أحلى مزاج. جميل. تحبين تسوين مأكولات بالعيد تساعدين الوالدة؟ دائما أساعد الوالدة. حلو. أحب أسوي سويتات. حلويات. حلويات أكيد. جميل. أساعد الوالدة لتحضير. بارك الله فيك. سنعة تساعد. حلو. نحييك على هالشيء. شو أحلى شيء تحبين تسوين؟ أحب أسوي حلويات. مثل؟ مثل أحب أسوي كيكات وسويتات. مثل كب كيك صغار حق العيد. كعكات الصغيرة. كعكات الصغيرة. حلو. وأرسم عليهم. فنانة في الرسم. صح. لعبتك الرسم. صح. لازم ندخل الفن بكل شيء ونبدع أصدقائي. جميل. يلا باقي شوي ونخلص. صح. بعد مرات أنا أساعد جدتي. أوكي. بعد مرات أنا أساعد جدتي بعمل المعمول للعيد. حلويات العربية. وكذا نحن خلصنا عملنا الفني. الله جميل جدا. شكرا صديقتنا ريان، تسلم ايدك على هالعمل الفني الابداعي. يعطيك العافيه. الله يعافيك اختي سمر. وشكرا اصدقائي لمتابعتكم لهالعمل الفني، وان شاء الله يكون عجبكم هذا العمل. جميل جدا، تسلم ايدك. نشكر ريان الكمالي الموهوبه في مجال تصميم الاعمال اليدويه على هذا العمل الرائع.
ويا رب أحبابي تكونون استمتعتوا بفقرة تصنعها بنفسك. والحين ننتقل لفقرتنا القادمة، فقرة الحكواتي، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. والحين أصدقائي ناخذكم في رحلة إلى عالم الحكايات والقصص الجميلة مع القصة والكاتبة نيروز محمد، لكن بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم أحبائي، حكاية اليوم ستعجبكم للغاية. حكاية اليوم هي حكاية الراعي الصغير. كان يا مكان، كان هناك ولد صغير يعيش في مزرعة صغيرة مع أمه وزوجها. لم يكن زوج أمه أبيه، لأن أبيه قد مات ورباه زوج أمه كما لو كان ولده تماما، وكان حنونا عليه، يخرج معه كل يوم لرعي الأغنام. وفي يوم من الأيام مريض الرجل ولم يستطع أن يخرج إلى رعي الأغنام، فنادى الولد الصغير وقال له: أرجوك يا بني اخرج اليوم وحدك وتحمل مسؤولية الأغنام التي معك، وانتبه عليها وإلا أكلها الذئب. ذهب الولد لنفس المكان الذي كان يرعى فيه الأغنام مع والده، ولكنه جلس تحت شجرة وانشغل باللعب بالحصى. وقعد وقت ليس بطويل شعر بشيء من الملل وقرر أن ينام. غفى؟ لا، بل نام في سابع نومة. وعندما استيقظ انتبه على خرافه التي كانت قد تفرقت، وبدأ يأخذها وينادي عليها، وعاد إلى المنزل. وعندما عاد ناداه من؟ ناداه والده ليتناول معه الغداء. وبعدها خرج ليتفقد الأغنام فوجدها ناقصة، فسأل الولد وقال له: أين باقي الغنم؟ هناك غنم ناقصة. ما هذا؟ الولد تفاجأ كثيرا وشعر بالخجل، ووعد أنه لن يفعل ذلك ثانيا وسيكون منتبها طوال الوقت لأغنامه. وفي اليوم التالي كان الوالد ما زال مريضا، فخرج الولد لوحده ليرعى الأغنام، ولكن اليوم أخذ معه الناي وجلس تحت الشجرة يعزف عليه يعزف عليه يعزف عليه، وانشغل مرة أخرى عن الأغنام. وبينما هو تحت الشجرة ينظر حوله، وجد الأغنام وقد تفرقت وبعدت، فخاف أن يحدث ما حدث بالأمس، وبدأ يلمها وينادي عليها. وعندما تجمعت وقربت الشمس على المغيب، أخذ الأغنام ورجع إلى المزرعة. وساعتها راح والده يتفقد مرة أخرى الأغنام كما فعل بالأمس، فوجدها ناقصة. نعم، لقد نقصت واحدا من الخراف. يا إلهي، ماذا سيفعل الولد وماذا سيفعل أبيه به؟ قال له: اليوم أيضا لم تنتبه للأغنام، وهكذا هرب منك خروف. ماذا أفعل بك الآن؟ ساعتها شعر الولد بالخجل الشديد وبدأ يبكي ويصيح:
وذهب إلى غرفته وجلس وحده. فجاءه الشيطان ووسوس له قائلا: لماذا يفعل بك هكذا؟ طبعا لو كان والدك الحقيقي لم عاملك بهذه الطريقة، ولكنه يقسو عليك لأنك ابن زوجته. يا له من شيطان رجيم. ولكن الولد كان ساذجا وصدق الشيطان وظن أن ذلك هو عقله الذي يفكر به، وقد توصل إلى هذه الفكرة بمحض تفكيره وعقله الكبير، وبدأ غاضبا. وفي اليوم الثالث لم يرد أبدا أن يذهب ليرعى الغنم، ولكن أمه ذهبت له وقالت: لماذا لا تتحمل المسؤولية؟ لقد ظننتك أنا وأبيك أنك كبرت. فرد عليها قائلا: إنه ليس أبي. ما هذه الكلمة يا ولد؟ أرادت أمه أن تصفعه، ولكن من سمعه زوج أمه، فاقترب منها ومنعها من صفعه وقال لها: ما الذي تفعلين به؟ إنه ولد صغير ولا يفهم. ساعتها شعر الولد بالخجل وذهب لوالده ليعتذر منه، ووعده أن ينتبه في المرة القادمة إلى الأغنام. ولكن في اليوم الثالث للأسف لم يصحو والد الطفل، لقد ذهب إلى الرفيق الأعلى. نعم، لقد توفاه الله. حزن الولد كثيرا، ولكن كل نصائح والده باتت حلقة في أذنه. وفي اليوم الرابع استطاع أن يخرج ليأخذ الأغنام لتأكل، وكان حزينا للغاية. وعندما كان يشعر بشيء من التعب كان ينتبه لنداء والده ولذكريات صراخه عليه التي تعلم منها الكثير، وشعر بافتقاده وانتبه للأغنام. وتوت توت فرغت الحدوتة، وتصبحون على خير، وإلى اللقاء. أرجو أن تكون هذه القصة قد أعجبتكم. مع السلامة. كل الشكر للأستاذة نيروز محمد على هاي الحكاية، وإن شاء الله أنتم بعد حبيتوها واستمتعتوا معها. والحين مع فقط المسابقة العيد، لكن بعد الفاصل خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، والحين وصلنا للفقرة اللي ينتظرها الكل، وهي مسابقة الأصدقاء. نستقبل مكالماتكم لمشاركتنا في البرنامج معا أصدقاء، والإجابة على الأسئلة تربحون جوائز مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تلفزيون الشارقة. ما عليكم سوى أنكم ترسلون الاسم الثلاثي مع رقم الهاتف للتواصل على إيميل البرنامج معا أصدقاء @sba.net.ae، ونحن بإذن الله نتواصل معاكم. وخلوا عيديتكم علينا. نبدأ باستقبال أول مكالمة معانا اليوم، ونقول مرحبا. أهلا. هلا بصديقنا يوسف، كل عام وانت بخير. انت بخير. عساك من عوادة. جاهز لسؤال المسابقة؟ جاهز. بسم الله نبدأ. ما هو الشيء الذي يستطيع أن يكتب ولكن لا يمكنه أن يقرأ؟ القلم. الكتاب؟ مش عليك، بعدني واجهت الأسئلة. هل هو الكتاب ولا القلم ولا المسطرة ولا الممحة؟ وبالفعل إجابتك صحيحة، الجواب هو القلم. ألف مبروك صديقنا، فزت معانا بعيدية مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. والحين نستقبل المكالمة الثانية لليوم، ونقول كل عام وانت بخير صديقتنا غزل.
وانتي بألف خير. تتابعين برنامج معنا أصدقاء؟ نعم أكيد. حلو، أحلى فقرة عندك؟ الهوايات والمسابقة. الله، جميل جدا، عاد حظك حلو، بتشاركين معنا. جاهزة للسؤال؟ نعم جاهزة. بسم الله نبدأ. سؤالنا وايد سهل، بس كل اللي عليك انك تركزين معانا، تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وسؤال الحلقة يقول: ما هي السورة الأطول في القرآن الكريم؟ سورة النساء، سورة آل عمران، سورة البقرة، ولا سورة المائدة؟ لا، سورة البقرة. بالفعل إجابتك صحيحة، سورة البقرة هي الإجابة الصحيحة. ما شاء الله عليك، ألف مبروك صديقتنا، فزتي معانا بعيدية مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. شكراً لا مشاركتك لنا في برنامج معاً أصدقاء. والحين أصدقائي ننتقل للسؤال الثالث، لكن أول شيء نأخذ الاتصال ونقول مرحبا. 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 شو أخبارك يا سيف؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو سويت في العيد؟ شو أحلى شيء عندك في العيد؟ صلاة العيد. ما شاء الله. وبعد؟ حلويات العيد ولا العيدية أحلى؟ حلو، جميل جدا. جاهز لسؤال المسابقة صديقنا؟ بسم الله نبدأ. تختار من الخيارات اللي أنا راح أذكرها، تمام؟ ما هو الحيوان الذي لا ينتمي لفصيلة الزواحف؟ تمساح، سلحفاة، الضفدع، السحلية؟ الضفدع. ما شاء الله عليك شاطر، بالفعل الإجابة صحيحة، والضفدع. ألف مبروك، فزت معانا صديقنا بعيدية مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشكرا على مشاركتك في برنامج معا أصدقاء. وبشي نكون أصدقائي انتهت مسابقة الأصدقاء لهذه الحلقة. ألف مبروك للي فازوا معانا، مبروك عليكم العيدية. والحين ننتقل لفقرة وجبة العيد، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. أصدقائي يا مرحبا بكم في برنامجكم معا أصدقاء. كلنا نعرف أن بعد ما نصلي صلاة العيد كلنا نتجمع على فالة العيد ونتطمن على أطباق تقليدية وحلويات مبتكرة متنوعة. واليوم بنعرفكم بحلقتنا عن وجبة العيد بطريقة سهلة سريعة ومبتكرة عشان تقدرون تسوونها في البيت، وطبعا بإشراف الوالدة الله يحفظها أو أي شخص كبير. اليوم تقدمها الشيف بادية خير الدين، وخلونا نعرف شو مجهزت لنا اليوم بمناسبة العيد. كل عام وانتي بخير. انتي بألف خير يا رب، ومتابعينا وأصدقائنا بألف ألف خير، والإمارات شعبها وحكومتها بألف خير يا رب. آمين يا رب. اليوم بما أنه العيد وحبيت قدم لأصدقائنا بسكوت العيد. حلو. اللي محشي بالتمر بس بطريقة حلوة بسيطة، راح نشوفها مع بعض. الحلاوي فيها أنه ما من تعب عمرنا بالقوالب أو التشكيل، فبأدوات بسيطة من البيت راح نقدم أحلى بسكوت وأحلى ضيافة عيد. جميل جدا. نشوف المقادير. أول خطوة. يلا نشوف. شوف المقادير. المقادير عندي كوبين من الطحين، حليب بودرة ملعقتين. حلو. في عندي بيضة وصفار بيضة. حلو. نص كوب من السكر، نص كوب من الزيت، ملعقة وسط أو ملعقة صغيرة فينا نقول بيكنج بودر. حلو. طبعا الفانيلا ملعقة صغيرة. وفي عندي للحشوة معجون التمر. حلو. منكهات طبعا في عندي هيل، قرفة وشومر، وملعقة صغيرة من الزبدي عشان تعطي التمر هيك طراوي. إذا كان عندنا طبعا السمنة البلدي كمان فينا نضيفها بدل الزبدي، بتعطي هيك غنى، بتعطي نكهة غنية. وفينا نضيف أي منكهات يعني نحن حبينا من البيت نضيفها في المحلب، فينا نضيف الزعفران، فبيعطي هيك نكهات حلوة. بس هي بالمجمل هي حسب الموجود، حسب الرغبة. حلو، جميل جدا. رح نبدأ بالطريقة.
وبدي أصدقائنا والأمهات اللي حاضرين معنا كمان يشوفوا الطريقة كيف، لأنه بالفعل جدا سهلة، ما بتحتاج خلاط، إذا بحبوا الخلاط ما في مشكلة، بس أنا بحب أشتغل بإيدي على طول مشان يشوفوا سهولة الحركة وسهولة العمل فيها. جميل جدا. راح نحط البيضة وصفار البيضة، راح نخلطهم مع بعض. جميل. بشكل سريع شوي راح أضيف السكر. السكر هون حابة أخبركم، السكر الحبيبات الناعمة للحلو لازم يكون مش بودرة، لازم يكونوا السكر حبيباته ناعمة. منلاحظ بالسوق في عدة أنواع من السكر، في الحبيبات وخشنة البلورية شوي، فهي ما بيمشي كثير للحلويات. كنت بسألك نفس السؤال، يفرق معي إذا السكر يكون ناعم أو يكون السكر العادي؟ أي السكر، السكر البودرة له استعمالات يعني. صح. بس اللي أنا مستعملته هون السكر العادي، بس حبيبات صغيرة مش بلورية كبيرة. لا مش بلورية حلو. كبيرة عشان سهولة الحركة حتى يذوب معايا بالمزيج. حلو. شوفوا راح أخلطهم شوي، طبعا ممكن هون أطفالنا أو الأخوة مع بعضهم يتساعدوا على هاي الحلوة. حلو. والخلط شوفوا صار عندي هون مزيج رغوي في حوض، وشوي شوي بتذوب بلورات السكر معي. إذا كان السكر خشن كثير صعب إنه يذوب معي بسرعة. صحيح. فالسكر الناعم أو عفوا السكر الحبيبات الناعمة بيذوب بسرعة. جميل. راح أضيف نص كوب من الزيت. مثل ما شايفين أنا عجنتها هالشكل هاي، ما أخذت معي ثلاث أو أربع دقائق. لا والعجن إحنا نسولف يعني ما شاء الله عليك. فشوفوا يعني طلع الجات فاضي، صارت العجينة معي متماسكة، الملمس تبعها ناعم لماعة، ما فيها طحين أو كل المكونات اختلطوا مع بعض. حلو. وصلت لهي المرحلة خلاص عجينتي كافية، ما بعجنها أكثر لأنه العجن أكثر بيعطيني قساوي إن كان بسكوت معي أو الأشياء الحلويات إن كان كوكز أو بسكوت، فمجرد لمت معي خلاص. حلو. ما بتركها، صارت جاهزة. هي هي جاهزة ملسة يعني، حتى هي التس مثلا في عمل هالشكل. هي احيانا تصير مثل تشققات، هاي معناته ان المقادير الناشفه زادت صح؟ بعد بدها شويه طحين، فشوفي هاي التست مثلا بسوي بهالشكل هاي وبضغطها، صارت فيها لمعه خفيفه. شوفي ما تشققت معي. لا ما تشققت، ما تشققت معي، معناته انا وصلت للمرحله اللي خلص كافي يعني. هاي علامه يعني تسهل عليكم اصدقائي يمكن تطبقون وتشوفون قوام العجينه تعكس اذا محتاجة زيت زيادة أو طحين زيادة، بس نحن ملتزمين بالمقادير. تمام. لأنه أحيانا إضافة الزيت الزيادة بيعطيني قساوي كمان. فما بدي أنا زيد مكون وما أعرف شو نتيجته. صحيح. خلينا نلتزم بالمكونات. أحسن أحسن. هلق أنا العجينة عندي جاهزة، راح توجه للحشوي. عندي طبعا معجون التمر. شو تنصحين أفضل نوع تمر نقدر نستخدمه بالنسبة لمسميات يعني، في الخلاص في السكري في شوفي المتوفر اللي متوفر بالبيت، ما بدنا نكلف او نسمي اسماء ما تكون مثلا بمتناول اليد او قريبه من اهل البيت او شيء. الموجود عندهم حتى لو ما عندهم من هاي المعجون عندهم حبات تمر في هون يفقوها يشيلوا البذره منها والنواه ويذوبوها مع شويه زبده على النار على اساس انها تصير مثل معجون سهله الاستخدام طويعا. حلو. نحن نقولها عجينه، او فيهم مثلا العجينه هاي جاهزه من السوق. جاهزه اي جاهزه. على الاغلب يستخدمون تمر الخلاص، فدائما في المعجنات او البسكوت اللي يسمونه المعمول، فعلى الاغلب يستخدمون المعجون الجاهز. المعجون من الخلاص اغلبها. في عندي هون الاضافات راح اضيف لها الشومر والقرفه ونكهه الهيل، راح اعجنهم مع بعض. جميلين. مثل ما خبرتك عزيزتي الزبده او السمنه طبعا ما بنضيف زيت في الحشوه، لا. لانه الزيت مثل ما خبرتكم بيقسي العجينه، تعطيني طراوي وملمس حلو. شوفوا هاي عجينتي ما بدها تعب، بس مجرد انه اعجنها ويختلطوا المكونات مع بعض. حلو. هاي هي خلصت، راح نمد العجينه.
الحشوة والعجينة وحدة، بس أنا بلعب بالأشكال. هاي مثلا على أساس قدم كذا شكل. جميلة. لاحظ بعد في منهم اللي يزينونها بالسمسم أو الحب، حبة البركة. حبة البركة يعني أكثر شوي للمالح، بس فينا نزينها ما في مشكلة. هي بتضل اختيارات. صحيح. في يسوي كمان مثلا هي وحدة بملعقة صغيرة بهالشكل هاي. الله. كمان بتعطيني وايد سهل، بتعطيني شكل حلو وكأنه جاهز. اي ما شاء الله. حتى بلعب العب بحجم القطع. مثلا هي طويلة، عندي أنا مثلا قطع صغار حق هيك ضيافات حلوة. أيه. لقمة واحدة تنحط مثلا مع الشاي أو مع القهوة. مضبوط مضبوط بهالشكل. فنانة ما شاء الله. كمان بتعطيني هيك شغلة كثير ناعمة وحلوة. خلاص هي لقمة واحدة وخلاص، أو بقدر أتركها بهالشكل هاي. بهالشكل هاي ما في أي مشكلة حسب الرغبة. تمام. فهي عندي طبعا راح الفرن حامي عندي على درجة 180. حلو. راح احطهم بالفرن من غير اي دهن للوش. انا ما بدي الوجه ادهنه. صح. بهالشكل هاي مثل ما خبرتكم راح ادخلهم على الفرن درجة حرارة 180، بس الانتباه للوقت. من 7 إلى 9 دقائق فقط بالكثير، لانه هاي العجينة حساسة ومكوناتها حلوة فدغري بتنطبخ. ما بدي اياها تقسى كثير، اذا تاخرت بالفرن 10 او 12 دقيقه مثل العادي بتطلع معي قاسي وبتتشقق الوجه. صحيح. فزياده الحراره بتخلي لي التشققات بالوجه بتطلع، فانا ما بكون مبسوطه كثير. صحيح. طعمي اوكي، بس كشكل ما بكون مرتاحه غير ما تكون انه هي على الوقت انا خرجتها من الفرن. جميل. طبعا مثل ما خبرتكم الفرن حامي عندي. رح ننتظر من 7 إلى 9 دقائق لمن تجهز معنا. جميل. هي مكوناتي طبعا الطريقه جدا بسيطه والمكونات ايضا سهله جدا. سهله وبسيطه طبعا. هي بعد النتيجة. بعد ما خرجوا من الفرن رائعه الريحه. هي. ولا اروع ما شاء الله. هي طبعا الحبات. جميل. وهي النوع الثاني، أو مش النوع، الشكل الثاني فينا نقول. حلو. المثقب. وهي التشكيل بالملعقة. فهي عندي أشكال حلوة. روح. هي طبعا بسكوت أنا حبيت ضيفه مشان ضيافة العيد، يعني يكون منوعين بالعيد. وإن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف خير، وحبايبكم وأصدقائكم بألف خير يا رب. شكرا شيف بادية على الأطباق الجميلة، ودائما أنت تبدعين بكل ما تقدمينه، وصاحبة حضور متألق. يعطيك العافية وكل عام وأنت بخير. تسلم يا رب. أكيد تستاهل وبيستاهلوا متابعينا، وكل عام وهن بألف خير يا رب. أصدقائي صديقاتي، كلنا استمتعنا معكم اليوم، وإن شاء الله أنتم بعد تكونون استأنستوا في أولى حلقات برنامج معا أصدقاء الخاصة بالعيد. نشوفكم في الحلقة القادمة على خير. في أمان الله. مع السلامة. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.